بالانتقال إلى متابعة جديدة بعد أن أكدت أوروبا تسجيل أول حالة إصابة في 7 مايو لشخص عاد إلى إنجلترا من نيجيريا، حيث يتوطن جدري القرود. ومنذ ذلك الحين سجلت البرتغال أكثر من 20 حالة، وأكدت إسبانيا 7 حالات، والاشتباه في 23 إصابة أخرى. كما أبلغت الولايات المتحدة والسويد عن حالة واحدة لكل منهما. ويوم أمس سجلت أيضا دولة الاحتلال حالة مؤكدة بهذا المرض، وسجلت السلطات الإيطالية حالة مؤكدة واحدة وتشتبه في حالتين أخريين. وكندا أيضا مساء الخميس سجلت أول حالة إصابة بمرض جدري القردة لدى البشر. تحدثت الإدارة الإقليمية للصحة العامة في مونتريال عن وجود 17 حالة مشتبه بها أيضا في دول أوروبية. للحديث عن ما سبق ينضم إلينا عبر الهاتف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي. دكتور صباح الخير وأهلا بك في أخبار السابعة. لنبدأ بالمرض، ما هو هذا المرض وما سبب أيضا تسميته بمرض جدري القرود، وهل فعليا هو آت من القرود إلى البشر؟ صباح الخير، يعطيك العافية أستاذ معاذ. الله يعافيك. يعني احنا عادة بنحكي عن الأوبئة، هي الدول بتخاف انه لما الأمراض يعني تنتشر في مكان ما ان هي بتكون تحسبا ان تبدأ بعمليات الرصد، ويبدو انه احنا العالم كله بدأ يعني ينظر الى الكورونا بقلق لانها طولت، فعشان هيك هو بده استجابة مبكرة واكتشاف مبكر للمرض ورصد مبكر حتى لا تتفاقم الأمور. نعم. هو مرض يعني جدري القرود، يعني هو مرض يعني يشبه المرض الجدري من عائلة الجدري اللي كانت انقرضت واستؤصلت في عام 1980، الجدري اللي كانوا يسموه سمول بوكس. نعم. وإحنا معروف أنه أغلب أعمارنا يعني أخذت هذا المطعوم اللي كان فاعل في ذلك الوقت وانتهى هذا المرض، لكن بدأت هناك في المرض القردة، كما يعني خلينا أشبه المرض لما كان إنفلونزا الخنازير، وكانت الخنازير هي تحمل الفيروس، وكنا احنا هذا إنفلونزا موسمية، وهكذا يعني هو ليس له علاقة بالقرود، لكن هو يختلف بين أنه أصيبت بعض القرود بهذا النوع من الفيروس المسبب لجدري القردة. لكن هو الجدري القرود هو أخف بالأعراض من الجدري اللي كان معروف واستؤصل اللي هو السمول بوكس. نعم. لكن هو القلق للعالم أنه هذا متوطن في إفريقيا، يعني متوطن أول إصابات تم اكتشافها في عام 1975 في الكونغو وزائير، وبالتالي هذه الإصابات تشكلت فاشيات في ذلك الوقت، وعرف العالم فاشية في الكونغو بجدر القرود في عام 96 و 97، وبرضو تكررت في 2005 لكن كانت داخل إفريقيا، داخل قارة إفريقيا. نعم. القلق الآن إنه هو خرج من قارة إفريقيا ودخل أوروبا زي ما تفضلت، دخل كندا، دخل أستراليا. قلق منظمة الصحة العالمية اللي هي دائما تراقب هذه الأمراض عن كثب، إنه أصبح أكثر من 100 حالة مسجلة ومؤكدة في دول العالم، هناك حالات مشتبهة تحت البحث والدراسي. يعني هو يتميز أعراضه هي أخف من أعراض السمول بوكس الجدري الأصلي. نعم. اللي معروف اللي استؤصل، بيكون في آلام، بيكون في يعني التهاب في الغدد الليمفاويه، بيكون في ارتفاع درجه الحراره في المرحله الاولى، لكن بينتقل للمرحله الثانيه بشكل طفح جلدي. طفح جلدي هذه بتكون حبيبات مليانه بسوائل على الجسم، تبدا بالوجه وتنتقل الى اليدين والقدمين، يعني بيكون يعني هو يتميز بانه في مرض جلدي، لكن هو بروح في خلال 2 ل4 اسابيع. نعم. وهو اخف اعراضا من الجدري،
وقد لا تؤدي إلى وفيات هذه، لكن نعم. إفريقيا سجلت في أعلى وفيات في بعض أنواعه لم تتجاوز 10%، لكن نعم. الحالات التي هي خارج إفريقيا ووصلت إلى أوروبا وكندا وأمريكا وأستراليا هي لم تسجل أي حالة وفاة حتى الآن. نعم. طيب دكتور بسام، نعلم جميعا بأن الأردن لديه مطعوم للجدري، هل هذا المطعوم يحمي لو بنسبة قليلة؟ هل هنالك دراسات؟ هل بدأتم في لجنة الأوبئة اتخاذ إجراءات معينة لمتابعة هذا المرض؟ وهل يمكن أن يصيب الشخص الذي أصيب بالجدري من النوع الأول لنسميه؟ يا سيدي، هو العالم لا يفكر بالمطعيم هلا، المطعوم هو ساعتها مطعوم الجدري اللي كان موجود في ذلك الوقت هو تقريبا توقف عن المطعيم، خاصة لما أعلنت منظمة الصحة العالمية من خلال جائزة تم الإعلان عنها في عام 1980 استؤصل المرض، لكن نعم. هذا المرض جدري الكروت تم يعني تطوير مطعوم له قبل 10 سنين ومتوفر، لكن المطعوم ما بينعطى على مستوى المجتمعي خاصة في الوقت الحاضر، يعني يعطى لمخالطين قد خالطوا إصابة مؤكدة، وإحنا بالأردن كل هذا الكلام وزارة الصحة تعنى بذلك، وأهم الخطوات الآن هو الرصد والكشف المبكر والإعلان لكل الجهات الصحية إنه التحري عن أي إصابات محتملة للاكتشاف المبكر وإمكانية أن تكون استجابة سريعة ومنسقة وفي الوقت المناسب حتى لا تتفاقم الأمور. الدول عندها خبرة الآن واعية من الأمراض والجوائح والأوبئة هذه اللي بتصير، ومنظمة الصحة العالمية تتابع عن كثب احتمالية ليش هذا حصل في أوروبا، هل هو أجى عن سفر، طب هل هو في طريقة جديدة، هل ينتقل من البشر للبشر، وارد لأنه صار أصبح من إنسان لإنسان، نعم. هل هو له علاقة بسفر جاي من مناطق موبوءة، كل الآن تحت الدراسة، والمطعوم لم يتحرك ساكنا إلا في بريطانيا أعطوا لبعض حالات مخالطين لحالات مكتشفة، نعم. لأنك لا تستطيع تعطيه على مجال دكتور بسام، إحنا ما بدنا نخوف الناس، بدنا نطمن، قطاعنا الصحي قادر على مكافحة مثل هذه الأمراض، صحيح؟ قادر على الاكتشاف المبكر والوعي، وأنا يعني بالتحب أطمن أنه لا توجد حتى في الأردن حتى الآن منذ نعم. بدء الكشف المبكر حتى ما فيش أي إصابة محتملة حتى الحمد الآن. لله الحمد يعني لله، ونأمل أنه الكشف المبكر هو الذي سيضع النقاط على الحروف، الحمد لله، نعم. طرق الرصد جاهزة والأردن جاهز بالتعامل نعم. مع الإجراءات الاحترازية لهذا المرض. نعم، بدي أشكرك الدكتور بسام حجاوي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ولتعاونكم الدائم معنا، شكرا جزيلا لك.